ليش لساتك عم تلحقني؟ ما بكفي اللي قلت لك اياه؟ ما حكينا عن موعد العرس. هدى فيردي اسمع، انا ما بدي اجرح لك قلبك، بس بصراحه صار الوقت لننهي هالمسخره هي. هدى فيردي عن جد انت كتير طيوب وقلبك نظيف وكتير حنون، بس مانك الموديل تبعي. ايه بغير موديلي. اوف منك، انت ليش ما عم تفهمني؟ نحنا مستحيل نكون سوا، عم تتعب حالك على الفاضي. الشيخ علي قال اللي ما بيتعب بالحب ما بيكون بحب. طيب ليش عم بتتعبني معك؟ هدى فيردي انا ما بحبك، بتعرف هذا الشيء مو هيك؟ بلكي مع الوقت بتحبيني. لا انا مستحيل حبك، ما فيني، لانه انا معجبه بطيار. نحنا بحلم شي؟ هاد مو حلم مزبوط؟ ايه حلم، بس هالحلم ما رح ينتهي بنوم. انا بحب علي عالم، انا كتير بحبه، بعشقه بجنون. انت رح تضل جنبي دائما مو هيك علي؟ امتى ما وقعت رح تمسكني هيك صح؟ دائما من هلا ورايح ايدي رح تضل بايدك. سنان. نعم. ما بدي تلتقى ببنتي بنوب. ليش؟ انت رح تلاقي السبب، بتلاقي حجة لتغيب عن زينب من دون ما تخليها تزعل. ساويت شي غلط من دون ما اعرف؟ هذا هو الصح. انا ما عندي رغبة شوفك قريب منها أو حواليها بعد هذا اليوم، وإذا بتتصل فيها أو بتبعت لها رسالة بمسحك من كل الدنيا. ما فيك تتخيل شو اللي بقدر ساويه فيك. وهلأ روح. سيدي صبري اجا وقال بده يشوفك، عم يستنى قدام الباب. طيب فوتوا على مكتبي. بتعرف انه كل ما تلتقي فيني عمرك بيكون عم يقصر اكتر يا صبري؟ على شو مستعجل؟ انا تخليت عن حياتي من زمان كتير، عم حاول خلي ابن اخي عايش، بس ابن اخي ما عم يساعدني بهالموضوع. منو المساعدة اللي ما اخدتها من ابن اخوك اجيت لتاخدها مني؟ بصراحة انا جبرت. بكل الاحوال في بيناتنا علاقة خاصة وأنا إلي حق عليك. أكيد بتعرف ابن أخي ويجار ارتكب غلط جديد وعلي بده يخلص عليه. هو ما عم يفهم بنوب، هو عايش مثل الميت، بس ما عنده عم. بعرف يا صبري بعرف،
وبعرف هذا رح يكون الغلط الأخير لابن أخوك أويغار. بترجاك كورت بيك، أعطي ابن أخي فرصة أخيرة من شان يعيش، ولا تخليني يصير عاجز. مثل ما بتعرف الناس اللي بيصيروا عاجزين ما حدا بيتوقع شو ممكن يساووه. يعني قصدك إذا ما ساعدت أويغار وقتها علي رح يعرف علاقتي مع إنريكي، مزبوط؟ يعني أنت عم تهددني مو هيك؟ الإنسان اللي بيصير عاجز مع الأسف ممكن يساوي كل شي لينفوت. هاي المعلومة أنقذت حياتك لمرة، وهالمرة رح تكون أجلك. هلأ روح من هون واعتبر حالك ما قلت هالكلام. أنا لسه لهلأ ما استخدمت الورقة الرابحة اللي بين إيدي يا كورت بيك. أنت عن شو عم تحكي؟ علي برسالة صغيرة مني بيعرف إنه طيار أخوه. وكمان ممكن يعرف إنه أنت هي اللي منعت إنه علي وأخوه طيار يلتقوا. يعني إذا أنت فكرت تكسر لي ألمي، ساعتا علي وطيار رح يعرفوا إنهم هنن أخوة، ووقتها بهالحالة هاي أنت كمان ألمك رح ينكسر يا كورت بيك. طيب يا صبري، أنت خليك محتفظ بهذا السر، لأنه هالسر هو رح يخليك تعيش، وأنا بشوف شو بقدر أعمل. بتعرفوا لي كل علاقات صبري وبتخبروني. هو بيعرف معلومات مهمة، وواحد مثل صبري ما كان لازم يعرفها بنوب رح يموت. رح يموت. المرة الوضع خطير كورت بيك، طلع الأمر وراح يخلص علينا، بس هو أعطانا فرصة صغيرة ليكسب الوقت. هلأ حلنا الوحيد علي، بجيب لي رقم موبايل علي بأسرع وقت. علي بس بده أخوه هلأ، وأنا بس بدي ابن أخي. وإذا علي قدر أنه ياخد راس كورت بيك، وقتها بنضرب عصفورين بحجر واحد. مرحبا دويغو، كيفك؟ منيحة، انت كيفك؟ منيحة ممتازة. شو كنت بدي قلك دويغو، عندك الحبوب الإسعافية؟ وشو بدك فيهم؟ كيف يعني شو بدي فيهم؟ إذا عندك عطيني وبس. لا، وإذا ما كان عندك ليش عم تصرخي؟ شو هالجنان هاد؟ بنت مجنونة. مرحبا بنتي، أبوكي مر لهون؟ لا ما مر. أمي ممكن تضلي هون لأنه أنا بدي روح على مكان. لوين بدك تروحي يا بنتي؟ شو عم يصير بينك وبين طيار؟ يلا خبريني. ما في شي خبرك يا أمي،
برجع بعد ساعة. أستغفر الله. رح نروح مشان نقتل طيار. امشي. أيجار وينهم يا ترى؟ ما بعرف، مانن بالبيت. خليهم هلا يروحوا لوين ما بدهم، اساسا ما عاد يقدروا يهربوا مني. ممكن تخبرني شو يلي موجود جوات راسك؟ بلكي برتاح كمان. اذا قلت لك شو في براسي ساعتها رح كون مجبور اني اقتلك يا الصارب. انت ليش لساتك هون أويغار؟ انا عم بتخبى يا عمي، مو انت يلي قلت لي مره الانسان ما بيقدر يشوف منيح يلي قدام عيونه؟ برافو عليك، بتفاجئني احيانا لما تستخدم عقلك وتتصرف بذكاء. برافو عليك. اسمع، انا عم دور على علي، ما قدرت اوصل له، بس رح اوصل له ورح أعرض عليه عرض، وبهالطريقة هي بنغزلك حياتك. فأصحك تساوي أي جنان. وشو بدك تعرض على علي؟ شو هالعرض؟ معلومة ما لازم تعرفها يا أويغار. أنت ما بتستخدم ذخيرتك بطريقة منيحة وذكية يا ابني، وبخاف إذا عطيتك قنبلة تفجر حالك فيها. أنا لقيت القنبلة يلي رح استخدمها عمي، هلا انا صرت الملك. شو هالكلام الفاضي؟ من وين لوين الملك؟ شو يلي عرفته؟ مو انت يلي خبرتني انه القوه دائما بتكون عند يلي بيعرف المعلومات؟ وهلا المعلومه عندي انا. شو هالمعلومه أويغار؟ اسمع عمي، انت امشي بالطريق يلي بتعرفه، وانا من الطريق يلي بعرفه. انت قوس بذخيرتك الخاصه، وانا بقوس بذخيرتي، لأنه هدفنا بالنهاية واحد. ابني أصحك ترتكب أي جنان مرة تانية، وإلا ما رح أقدر خلصك من تم الوحوش، عم تفهم؟ هلأ أنا لازم لاقي حالي وقابله بسرعة، وبعدين شو ما كانت مشكلتك بنحكي فيها بالتفصيل. ماشي. لك انت شو نوعك من بين البشر؟ على اساس رجل اعمال بس طلعت قاتل، على اساس صادق بس طلعت كذاب. لك شو انت لعنه واجيت على حياتي؟ دويغو انت شو عم تقولي؟ انا شو ساويت؟ شو ساويت؟ شو رايك لو انت تخبرني شو ساويت؟ شو ساويت امبارح ببيت هديك المراه لحتى اجت وطلبت الحبه الاسعافيه؟ استغفر الله، والله ما سويت شي قسماً بالله. ليش انت مو ضليت ببيتها طول الليل؟ ايه صح، ضليت عندها.
بس ضليت كضيف. قسما بالله كنت ضيف وما صار شي بيناتنا. كنت كضيف باحترامي. أهل كان كضيف باحترامه. أنا الغبية اللي اجيت لهون. ما اسمع، ما بيهمني أبدا شو ساويت ببيت هديك المرة، فهمت علي؟ بس لما تجي وتقلي بحبك وإنك مستعد تضحي بحالك مشاني، ما بيحقلك تعمل علاقة مع غيري، لأنه هاي إهانة كبيرة وقلة احترام إلي. وإنت ما بيحقلك تهيني، وأنا ما بسمح لك إنه تهيني، فهمت؟ دويكو استني، اسمعي، من شان الله صدقيني، أنا ما ساويت شي برات الطريق. ليش ما عم تصدقي؟ ما عم صدقك. ما بعرف ليش ما عم صدق أي كلمة بتطلع منك، أو أساساً ليش لصدقك؟ بدي صدق حياتك يلي كلها كذب؟ طيب اسمعي، بالأول اهدي شوي وأنا رح خبرك كل شي صار، وقتها رح تعرفي إني بريء وماني غلطان. عدي هون لو سمحتي، عدي شوي، عدي. لوين بدنا نروح هلأ؟ وانت لوين بتحبي نروح؟ عمكان ما بلش كل شي. لا تقرب، لا تقرب وقلا بضربك. قلت لك بضربك، لا تقرب. على المكان اللي هاجمتيني فيه بالمكواية؟ ايه. بهديك اللحظة حسيت إني وقعت بحبك. وأنا لما شفت هنيك وشك الحلو بالعتمة لأول مرة، فهمت إنه ما رح يكون في شي مثل ما كان. إيه، معناتها ما فتت على بيتك على الفاضي. يا ربي، اللي شو الذنب يلي أنا ارتكبته لحتى أنت طلعت قدامي؟ ما بعرف، بس بالنسبة لإلي أنت دعائي الوحيد يلي انقبل. اسمعوا هالكذب، يا ترى قلت هالكلام للمرة يلي نمت ببيتها ليلة مبارح؟ لا، شو خطر عبالك دويكو؟ شو خطر عبالي؟ طيب يلا خبرني، أنت شو بدك تقول؟ أنا عم بسمعك. أنا كنت بدي أقول، الإنسان ما بيقدر يختار الحياة يلي ولد فيها، ما يعني بالنهاية هذا الشيء مو اختيار، هذا قدر. أنت ولدتي ببيت حلو ودافي، وانتي بنت عيلتك الوحيدة، وأهلك كتير بيحبوكي وكتير بيهتموا فيكي، ولهالسبب في كتير شغلات سهلة بالنسبة لإلك. بس مو الكل عندهم هيك حظ بهي الحياة. أنا لما هربت من الميتم، وقتها ما كنت بعرف حتى كينيتي، بس كنت بعرف اسمي سليمان. تعرفي فيدات؟ فيدات، الله يرحم روح أبوه إنريكو، هو يلي أخذني من الشارع، هو يلي تبناني، وهو عطاني كينيتو. سليمان كمال، يعني أنا بفضله
صرت سليمان كمال. وهلأ بينادولي طيار، بس هذا القدر. أحياناً بحياتنا حتى كنية الإنسان ممكن تكون قدر. إنه تتهم بجريمة قتل وتقضي ليلة ببيت مرة مشكوك فيها، هذا الشيء قدر كمان؟ بالضبط، يعني أنا بهي الحياة تعرضت لكتير شغلات ما حدا بيستوعبها، بس الشيء الوحيد اللي اخترته برغبتي هو أنت. يلعن هاليوم يلي اخترتني فيه. ظنيت أنك رح تقول شي جديد، بس رجعت لنفس الكلام الفاضي. لسا شو بدك يعني خبرك أكتر من هيك دويجو؟ قلت لك إني بحبك بجنون، ما بيكفي؟ ما عم صدقك. حتى إذا صدقتك ما عاد يكفي هلا. هدى فيردي، خالتي توجه؟ ومن وين لوين خالتك؟ بعدين انت اكبر مني بكم سنة. ما علينا، انت شفت سيد طيار؟ قال هي بتحبه. مين بحب مين؟ انسى، لا تحكي، ما بيهمني ابدا. انت بتعرف وين طيار موجود؟ بعرف. طيب ممكن تعطيني عنوانه؟ بالأول منخلص على طيار، فيدات لقمة سهلة، بس خليه ليطلع، وباللحظة اللي بيبين فيها منخلص عليه برصاصة واحدة. رح يطلع. شو ليش اجيت بهاي السرعة؟ أخي فينا نحكي شوي؟ دقيقة وبرجع لك. أنت عم تساوي هيك مشان هاي البنت؟ شو هاي البنت؟ بدات شو يلي عم تقوله أنت أخي؟ انتبه، عم تفوت على أرض مليانة ألغام. عن أي أرض وعن أي ألغام أنت عم تحكي يا طيار؟ مانك منتبه أنك عم تخاطر بكل شي مشان هالبنت؟ بتضل بتتفتل بالحارة مشانها، واخدت مستودع الأدوية كمان مشان هالبنت، مو هيك؟ خلاص اتركها بقى. أخي قلت لك انتبه من الألغام. سمعنا، احنا عنا ضيفة بالغرفة. طيار، معقولة هذا اللي عم تساوي؟ هالبنت بتستاهل كل هاد؟ شلون يعني بتستاهل فيدات؟ بلا تخبيص، أنا حبيتها لك يا أخي، وقعت بحبها وبعشقها. هلأ أنت قلي وين الغلط هلأ أخي؟ قلي وينه لصالحه؟ فهمنا أنك وقعت بالحب، بس لا تنصاب بالعمى. آخ منك يا أخي، مبين كأنه أنت ما عم تفهمني. كل حياتي وأحلامي صاروا متعلقين بهاي البنت، هي نورت لي طريقي، وهلأ هي موجودة ببداية أحلامي وصارت بنصها ورح تضل بنهايتها، بس هي
خلص ما علينا، أنا بدي فوت لجوا بعدين نحكي. ليك يا ريت ما تطلع من هالغرفة هلأ لتروح ضيقه، ماشي؟ شكرا. لا تواخذيني، وين كنا؟ ولا شي، بس انت مثل العادة كنت عم تخبص وتحكي كلام فاضي. أنا كنت بدي قلك أنا. لا تقلي شي، بدي روح. لحظة، بدي قلك شي مهم. رح صب شاي وبجي. لك اي شاي هلا؟ لك اي شاي هلا؟ دخيلك يا ربي رح اجن. بسيطة، بشرب شاي وبروح من هون بسرعة. بشرب الشاي وبروح. لوين بدنا نروح علي؟ والله أنا بعرف هون طريق مختصر بيوصل لبيتنا، بس على الأغلب أنا ضيعته. إيه؟ شو يعني نحنا ضعنا هلأ؟ شو صار؟ خفتي؟ لا أبداً. أنا ما بخاف لما بكون معك، وما في شي بيخوفني أنا ومعك. شو صار؟ استغفر الله، والله ما بعرف، على الأغلب السيارة عم تتدلل علينا. لشو شو وضعها؟ للأسف ما فيني حل المشكلة، لأنه هالمرة مريضة عن جد. كيف؟ أنا بعرف هالمكان منيح، في لقدام كوخ صغير، منروح لهنيك. كوخ صغير؟ وأنت شو عرفك؟ قلتلك بعرف هالمكان وثقي فيني. يلا امشي على مهلك. طيب بلكي الذئاب هجموا علينا. سيفدا أنا قلتلك إنه هدول كلاب ما نون ذئاب، ما رح يصير شي، لا تقلقي. ايه إن شاء الله ما يصير شي، ما صدقت إمتى رجعنا اجتمعنا. علي لوين رايحين؟ ما في أي كوخ هون، جبتنا لعند وكر الذئاب. المفروض يكون بشي مكان هون، على الأغلب بهداك الطرف. انت اطلعي بهداك الطرف، بلكي بتقدري تشوفي. لا ما تكون مفكرني مثل البومة بشوف بالعتمة. حلو، اوف يا ربي شو هالمكان يلي اجينا عليه.
هاي المرة عن جد صرتها من دون كذب أو خداع. يا ترى بتصير رفيق الدربي لآخر حياتي وبتشهدي على كل لحظاتي وتكوني صاحبة قلبي الأبدية والوحيدة؟ تقبلي تتزوجيني سيفتا؟ انت امتى جهزت هالمفاجأة؟ والله مو انت كنتي معي طول اليوم؟ مشان هيك انا طلبت المساعدة من رفيقي. كتير سريع سيد علي، الصبح اعترفت لي بحبك والمساء عرضت علي الزواج. لسه شو عم يستناني؟ عندي فضول اعرف. لسه استني شوي، من هلا ورايح كل لحظة بحياتنا رح يكون في سعادة عم تستنانا لحتى يضل وشك الحلو عم يضحك. علي، أنا رح أعمل دوش وبعدها نتفرج على فيلم. ماشي؟ ماشي، أنا رح أختار الفيلم لنشوفه. ماشي لك. مين انت؟ صبري ساركايا. يا عيني، العم الختيار اللي تقدم للمرتبة الثانية بقائمة امواتي. لا تواخذني ويقار قبلك. وانا مشان هيك اتصلت فيك هلا، عندي إلك عرض يا علي. اي عرض بدك تقدم لي اياه ما رح يخلص ابن اخوك. لا تكون واثق لهالدرجة يا علي.
شو رأيك إذا عطيتك أخوك سليمان؟ يا ترى بتسامحه ويقار بالمقابل؟ وأنت شو بتعرف عن أخي سليمان؟ راح بعت لك الموقع اللي أنا موجود فيه. إذا أنت كنت كتير حابب تعرف مين بيكون أخوك، تعال لعندي. ايه صار؟ علي طلع من البيت سيبدا لحالة. واخيرا علي ما عاد يقدر يفوت على البيت اللي موجود فيه سيفدا مرة تانية. انا جاي. ما فيهم يرجعوا، أنا لكان بدي روح لعندهم. يا رب أخذت مني أبي وأمي، لا تأخذ مني أخي. أكون كي كردم سيني يكتن أحياتن بيني أكون كي أهلين وسهلين. بساوي لك فنجان قهوة يا بيك؟ إيه ساوي. سكر وسط. تكرم. علي شوف مين على الباب. علي يا ترى شو المفاجأة الجديدة اللي حضرت لي إياها؟ جيت. أنت؟ شو هالوقاحة هاي؟ أنت شو عم تساوي هون؟ الله يلعنك، نقلع من هون بسرعة. جيت لنحكي لآخر مرة يا سيفدا. ما ضل أي حكي بيناتنا يا حقير، بعرف شو ساويت. يلا نقلع من هون، لا توسخ إيدين حبيبي بدمك. هذا موضوعنا بالضبط. ما بدك حبيبك علي يفوت على الحبس مو هيك؟
يلا عم استنى. شو بدك تحكي؟ عم بستنى هون على الفاضي مو هيك؟ لكن رح أقلك هالكلام لآخر مرة، ما قلك أي مكان بحياتي. لا تعمليها دويغو، لا تكوني قاسية لهي الدرجة. شو بدي ساوي بحياة مانك موجودة فيها؟ أنا بفتح. اسمعي، إذا بتتركيني ساعتها بموت وبنتهي يا دويغو. طيار؟ هلأ اطمنت، ما بتتخيل قديش كنت قلقانة عليك. لك الله يلعنك، شو انك كذاب. دويغو، 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 طلعوا. استني شوي دويغو، دويغو. بعد عني، لا تطلع قدامي مرة تانية. دويغو اسمعي، فيكي تتوقعي كل شي مني، بس بترجاكي لا تتوقعي مني خيانة حبي إلك بالمرة. سويت لك قهوة مثل ما بتحبها. صحتين وهنا. أهلين وسهلين يا علي. أنت كيف تحب قهوتك؟ ما عندي وقت. احكي لي اللي بتعرفه. بالأول بدي اياك تعطيني وعد يا علي. اذا مثل ما قلت رح تعطيني اخي عن جد، وقتها بعطيك الوعد اللي بدك اياه. حلو. انا بدي منك توعدني تحافظ على روح ابن اخي أويغار. موافق، بس إذا بتلعب شي لعبة وسخة وقتها بدفنك أنت وابن أخوك بنفس القبر. الإنسان اللي بيكون على رأس المدفع ما بيكون عنده الوقت ليضيعه بالألعاب يا علي. طلع فيني، طول حياتي وأنا عم دور على أخي، يعني أنا كمان ما عندي وقت ضيعه لهالسبب. بأسرع وقت خبرني اللي بتعرفه. عم تفهم هالحكاية؟ ما بتنسمع وانت واقف على رجليك يا علي. عود واسمعني منيح. هيك منيح، يلا خبرني. يلا احكي.
وين أخي؟ عن أي حب وعشق أنت عم تحكي؟ اسمعيني، أنا ما بملك أي شيء بهاي الدنيا غير حبي لإلك، عم تفهمي؟ صدقيني خيانتك، أنت حار بالنسبة لإلي. طلعي جوات عيوني ولو لمرة، ساعتها رح تشوفي قديش بحبك يا دويكو. قديش بتحبني؟ دويكو، لو سمحتي، لو سمحتي. اهدى اهدى، استنى، انتبه للبنت. إذا غلطت ساعتها يمكن ما تصح لنا فرصة تانية. تعرف إنك أحقر وأوسخ شخص عديم أصل قابلته بكل حياتي أويغار؟ هذا هو الحب، ممكن يخلي الإنسان يسوي شغلات سيئة بحياته. لك أنت لساته عم بيقول حب من دون خجل. طلع فيني، انقلع من هون قبل ما قتلك بإيدي يا واطي. هلأ خبريني، أنت بتحبيه لعلي يا سيفدا؟ جاوبيني، أنت عن جد بتحبيه؟ إيه أنا بحبه أكتر من روحي. طيب أنت بتحبي علي لدرجة أنه ممكن تتخلي عنه؟ أنت شو عم تقوله؟ لا أنا بعرف سرك يا سيفدا، والأصح قول بعرف سر أبوكي. اسم أخوك علي سليمان، وانتو الاثنين كان عندكم كرة التلج مو هيك؟ اسمع صبري، انت اتصلت فيني وقلت لي انك رح توصلني لأخي، يعني انا ما اجيت لهون مشان اسمع هالشغلات اللي بعرفها عن أخي. أخوك سليمان مانو كتير بعيد عنك مثل ما أنت مفكر يا علي. قول مين هو أخي؟ يلا يا صبري قول مين أخي؟ علي، أنت أخوك. إيه؟ مين هو يا أخي؟ علي. قولك صبري، أنت شو عم تستنى؟ قول مين أخي؟ قول بسرعة. أنا اكتشفت إنك كذاب، وكل يلي عم بتقوله كذب. الحب تبعك كذب، وعشقك إلي كذب، وحياتك كذب، وكل شي متعلق فيك كذب. خلصنا، قولي يلي بدك يا، قولي أي شي، بس لا تقولي عن حبي لإلك إنه كذب. قسما بالله بموت من شانك. دويغو انتبهي. شو عم يصير هون؟ طيار، اصحك تستسلم يا طيار. لا تستسلم، اصحك تموت. انا بالعكس مبسوط دويغو، لا تتركيني، ضلي جنبي هلا، لموت عايدك. ما في احلى من هاللحظه لموت فيها.
لا، انت ما رح تموت طيار. لا تستسلم، فهمت؟ يلي ما بيستسلم بيربح، بس ما رح اربح هلا، ما ربحت. بهالدنيا بهالدنيا اجا طيار، حب وراح. لا 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 لا. طيار افتح عيونك، افتحهم طيار، لا تموت، لا تموت طيار، افتح عيونك، يلا افتح عيونك، يلا طيار، يلا طيار، طيار. لا لا تموت يا طيار، طيار. ما عم تفهميني مو هيك يا سيفدا؟ يمكن ما رح تفهميني ابدا. الشيء الوحيد يلي حولني للحاله اللي شفتيني فيها هو الحب يلي بحس فيه تجاهك. بتعرفي انه اليوم علي داهم بيتي مشان يقتلني؟ ولو مسكني يمكن لكان قوصني موتني. برايك خفت منه؟ ما خفت منه ابدا. بتعرفي ليش؟ لأنه الشيء الوحيد يلي بخاف منه بهالدنيا هو إني أخسرك. أي شيء تاني ما بيهمني أبداً. أنت شو بدك مني؟ بدي إياكي، بس بدي إياكي. هاد الشيء مستحيل يصير أويغار، ما رح يصير. رح يصير، لأني بعرف منيح الحب شو بيقدر يساوي بالإنسان. مثل ما حبي وعشقي لإلك وصلوني لهالحالة، وبساوي كل شي مشانك. أنت بسبب حبك وعشقك لعلي رح تساوي كل شي مشانه. أنا بكرهك أويغار، بكرهك كتير. يمكن مع الأيام تحبيني، بس تصيري لإلي. في شي بيجبرني يكون إلك، عم تسمع؟ معناته الشيخ علي رح يعرف إنه كوكسال هو اللي قتل ابنه. شو رح يساوي لما بيعرف؟ وقتها رح يقتل كوكسال، وهيك أبوكي على القبر وعلي بيفوت على الحبس.